أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة بيان الحكومة الأخير بشأن معارك الساحل الغربي. بيان جديد للحكومة الشرعية بشأن معركة الساحل الغربي، البعض يقرأ في سطوره تدشينا لمعركة جديدة ساحتها محافظة الحديدة، حيث أكدت الحكومة في بيانها أن العمليات العسكرية الجارية على امتداد الساحل الغربي تأتي في إطار تحرير المواطنين في تلك المناطق من انتهاكات الميليشيا. الحكومة أوردت أيضا جملة من المسوغات والمبررات لتحركاتها القادمة، من بينها تحرير ميناء الحديدة الذي تستغله الميليشيا في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية وبيعها في الأسواق السوداء. يأتي البيان بيان الحكومة بعد بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ذكر فيه أن استمرار المواجهات في جبهة الساحل الغربي يزيد من معاناة السكان. نتوقف عند بيان الحكومة لنناقش أبعاده ودلالاته في محورين: هل يعني صدور هذا البيان في هذا التوقيت تدشينا لمعركة الساحل الغربي بالاعتماد على ما أورده من مسوغات؟ وهل هناك ضغوط تمارس من قبل المجتمع الدولي لتأجيل معركة التحرير؟ وكيف تتعامل الحكومة إزاءها؟ قبل البدء في النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. تتصاعد مؤشرات اقتراب معركة الحديدة التي يراد لها أن تكون محطة مفصلية في مسار الحرب ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. بيان الحكومة الأخير يشير لأن تحضيرات عملية استعادة المدينة دخلت مراحلها الأخيرة، على الرغم من أن قوات الحكومة لا تزال على بعد ما يقارب 200 كيلومتر من الحديدة. البيان الذي بدأ رداً على التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي أكدت فيه الحكومة أن تحركات الجيش الوطني مدعوماً بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي تأتي في إطار حرص الحكومة على إنهاء معاناة المواطنين في تلك المناطق وإخراج الميليشيا منها. وكان المبعوث الأممي قد حذر في بيان مقتضب من أن الاشتباكات العسكرية الجارية على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ستؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية، منبهاً إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في منطقة الحرب دون الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة وغير قادرين على الفرار إلى بر الأمان حسب قوله. بيان الحكومة الأخير جاء مشفوعاً بعدد من التبريرات التي أرادت الحكومة من خلالها توضيح أهمية استعادة الحديدة من أيدي الميليشيا بعد أن أصبحت المدينة وميناؤها مؤخراً بمثابة شريان الحياة الذي يطيل من عمر سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء. تقول الحكومة إن ميليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم الحديدة منفذاً للحصول على ما تريده من تمويلات لحربها ضد اليمنيين من خلال الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والتجارة التي تصل إليه، بل إضافة إلى استخدامها للميناء كقاعدة للعمليات العسكرية التي تستهدف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. كان بيان الحكومة تحدث عن أنها تؤكد أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون والتي يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام المحلل أو الخبير العسكري السيد علي الذهب من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ علي. يعني هناك العديد من الأسباب التي تورد الهامة لتحرير أو لمواصلة معركة تحرير الساحل الغربي، من هذه الأسباب تحرير ميناء الحديدة الذي تقول الحكومة أن الميليشيا تستغله وتواصل استغلاله للاستيلاء على المساعدات الإنسانية. هل يمكن الحديث الآن على أن معركة تحرير الحديدة باتت على الأبواب؟ شكرا كثيرا على الاستضافة. أهلا بك. وأعتقد أنه بالنسبة لتطور معركة المخا أو معركة الساحل الغربي لا تستهدف فقط الميناء، لأن هدف الحرب هو محو آثر الانقلاب يعني استعادة المناطق التي أو الخاضعة في قبضة الحوثيين، وبالتالي فإن المعركة ستكون معركة جزء من معركة استرداد كافة المحافظات. أما أن التركيز حول ميناء أعتقد أنه غير منطقي، وإذا أردنا أن ننظر إلى تطور المعركة فإن هنالك جهودا كثيرة يجب أن تحضر لها، لأن معركة الحديدات أيضا تختلف عن معركة المخا، وهي لن تكون بأقل أهمية أو بأقل يعني إعداد من معركة استعادة محافظة عدن.
فأعتقد أن المعركة في الوقت الراهن أو في خلال الشهرين قد تكون واردة، أما في الوقت القريب فأستبعد ذلك. لكن يعني هو في الحقيقة هذا يعني التوقعات جاءت بعد بيان الحكومة الأخير الذي تحدث على أن يعني بالنص أنا أنقل الآن: كما تود الحكومة اليمنية أن تذكر المنظمات الدولية بممارسات الحوثي وصالح فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، أي أن هناك نوع من التحديد لهذا الميناء كمبرر ربما لاستمرار المعركة، هل تتفق مع ذلك؟ أعتقد أن البيان كان يحمل دلالة سياسية أكثر من كونه يحمل دلالة عسكرية، لأن البيان جاء بعد بيان ولد الشيخ، وفي نفس الوقت هناك يعني سوء فهم أو سوء ائتلاف في الصف الشرعية وبخاصة في الجبهة الغربية، حيث يعني أقصد أنه في جبهة المخا وفي عدن، والأحداث الأخيرة التي حدثت في عدن التي استهدفت الرئيس هادي، أعتقد أن هذا البيان له رسالة أخرى موجهة إلى هذين الطرفين وإن لم تكن المعركة واردة فيه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي. ينضم لنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير تخيل الأخ علي. أستاذ عبد الناصر، يعني بعد أيام من الحديث عن معركة الحديدة المرتقبة، يعني هناك حديث، هل نجحت الحكومة، يعني حديث حول المعركة، هل نجحت الحكومة والتحالف في تقليص الضغوط الدولية التي قد تمنع تحركها في هذا الاتجاه؟ يعني مش الضغوط، لا أعتقد أنها مستمرة ومش بسهولة أن الحكومة تخلص من الضغوط، خاصة لما تظهر مشاكل وأزمات إنسانية كبيرة وواضحة كما هو الحال لو تقدمت القوات باتجاه الحديدة، لأن الحديدة غير المخا، حديدة مدينة مع مناطق التي حولها تتجاوز 500,000 نسمة، وأي تحرك لهذه للقوات الحكومية بهذا الاتجاه سيخلق كارثة إنسانية ضخمة. لا أعتقد أن الحكومة قادرة أنها أولا تعالجها أو عندها خطة هي ودول التحالف لمعالجة مثل هذه الأزمة، وخاصة أيضا منه ليس هناك من جدوى كبيرة للعملية مثل هذه. إيش حتعمل هذه العملية؟ هي حتخلق مزيد من الفوضى ومزيد من العنف ومزيد من التدمير دون أن تحقق الهدف الاستراتيجي الذي هو عودة الاستقرار لليمن وعودة الدولة بمؤسساتها وليس بشخوصها، لأن شخوصها حتى الآن هم أيضا لا يبدو بأنهم قادرين على أن يستعيدوا الدولة، هم أصبحوا جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل. ما حدث في عدن في الفترة الماضية دليل على سوء الإدارة من قبل الحكومة، ونموذج سيء تقدمه كبديل لسلطة الإنقلابيين بتبين أنها بديل أسوأ، ولهذا السبب الكثير يرى، خاصة الدول الكبرى ترى بأن أي تحرك جديد، عملية عسكرية ضخمة في الساحل ستخلف أزمة وكارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة. في نفس الوقت الحديث بأن أي انتصارات في هذه المنطقة ستجبر الحوثيين على التراجع والتنازل هذا كلام غير واقعي ولا يبدو بأنه حقيقي، لأن هذه الجماعة لا يهمها، حتى لو أصبحت شمران لا يهمها أن يزداد الوضع سوء، ليست سلطة
تتصرف بمسؤولية حتى نقول بأنه لو تم الضغط عليها اقتصاديا أو سياسيا أو إنسانيا بأنها ستتراجع عن مواقفها الحالية. يعني هل أفهم من كلامك أستاذ عبد الناصر أنك يعني تتفق مع ما طرحه بيان إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن الذي يعني قال أن المواجهات المرتقبة ستكون كارثية خاصة من الناحية الإنسانية، هل يعني أراك تتفق معه أم ماذا؟ أنا أتفق تماما، لأنه كما ذكرت لك أي عملية عسكرية في هذه المناطق الكثيفة السكان لن تكون إلا كارثة إنسانية. هذه المناطق حاليا تعيش في ظروف قريبة للمجاعة، وبعضها قد عانى من المجاعة الفعلية، وبالتالي أي حرب أي ضغوط عسكرية في هذه المنطقة ستقربها إلى حالة الانهيار. إضافة إلى ذلك ليس هناك من جدوى عسكرية يعني أو سياسية من هذه العمليات. ما يحدث في اليمن أن البعض يفكر بشكل جزئي وكأن الأمر متروك، العسكريين قصيري النظر ينظرون إلى المسألة اليمنية كمربعات عسكرية يتعاملون مع هذا الجزء نحرره أو بدون التفاته إلى الجوانب الأخرى وتحديدا الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، الجوانب الإنسانية. لهذا السبب أعتقد بأن تصريحات ولد الشيخ صحيحة تماما، وهي تعبر عن وجهة نظر كثيرين في الدول الغربية تحديدا، والذين لا يرون بأي جدوى من عملية عسكرية كبيرة في هذه المنطقة، طيب. خاصة وأنها كما ذكرت لك هذه المنطقة ليست هي منطقة مركز الحوثيين ولا مركز سيطرتهم، وبالتالي حتى لو سيطرت على كل تهامة لن تغير في الصورة أو بقاء الانقلاب وسيطرته على المناطق الجبلية الحصينة شيء. طيب دعني من هذه النقطة أعود إلى الأستاذ علي الذهب الخبير العسكري الذي ينضم لنا من القاهرة. أستاذ علي، الأستاذ عبد الناصر المودع يقول أن ليست هناك جدوى عسكرية أو سياسية من العمليات في الحديدة باعتبارها أنها ليست مركزا لتجمع الحوثيين أو ليست منطلق لعملياتهم بشكل كبير، هل تتفق مع ما يطرحه الأستاذ عبد الناصر؟ مع تقدير الأستاذ عبد الناصر، أما أنا أرى رؤيتي أقرب أو تراوح بين ما قال وبين الخيار العسكري، لأن المنطقة تمثل يعني امتداد لمدينة المخا والأهمية التي تكتسبها منطقة الساحل تفرض العمل العسكري في هذه المناطق. ما هي هذه الأهمية التي يعني تفرض هذا العمل العسكري حتى يكون الأمر أكثر وضوحا؟ قبل أن أتحدث عن العمل العسكري يجب أن نكون أن نتحدث عن معركة حقيقية وأود أن أقول حقيقية وخضعت لها 100 خط. لأن الصف الآن في نقطة الراهن الشرعية تعاني من اصطفاف خاطئ، خاصة كما ذكر الأستاذ بالضبط أن هنالك تباينات في الجنوب ستؤثر على نجاح المعركة في تمتدت باتجاه الحديدة، لأن هنالك مشاريع أخرى لدى بعض التيارات الموجودة في الشرعية لها أهداف خاصة قد تؤثر على المعركة وقد يعني تحدث زعزعة داخل محافظة عدن والمناطق الجنوبية بما يسبب أي تقدم للقوات في الحديدة، خاصة إذا شاركت فيها القوة القادمة من الشمال التي يعني إذا جاز التعبير أن نقول أنها قوات مدعومة من اللواء محسن ومجموعات القوى الشمالية المساندة له في هذه المناطق. إذا أردنا نتحدث عن الأهمية فأهمية الحديدة هي أهمية كبيرة ولا تقتصر يعني على وجود الميناء، ولكن هي طريق للوصول إلى صنعاء، ولكن تحتاج طيب يحتاج السيطرة عليها إلى حد كبير في مجال يعني في المجال العسكري والتهيئة السياسية والحشد الشعبي
وهي ليست بالمعركة السهلة، ولذلك ستكون نتائجها بالفعل كارثية إن لم يجري الإعداد لها، الإعداد الكبير والضامن للنجاح. إذن نعم، إذن أشكرك أستاذ علي الذهب الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم لنا مشاهدينا الكرام الآن من الرياض المحلل العسكري الأستاذ العقيد أو العميد عفوا حسن الشيري. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. بيان للحكومة الشرعية البعض يرى فيه أنه يمهد لي أو يمثل إعلانا لمواصلة معركة الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة. هناك نوع من التحفظات لدى بعض من ضيوفي حول أن العملية قد تكون تكلفتها الإنسانية عالية، وليس هناك نوع من الأمر يعني الخطوات الاستراتيجية التي يرونها في المشهد أو في سير المعارك. برأيك ما مدى إمكانية الحكومة للشرعية لمواصلة معركة الساحل الغربي بعد تحرير المخا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك وللأستاذ علي الذهب وأيضا الأخ عبد الناصر من عمان. أهلا. أنا أعتقد أخي الكريم أن القيادة اليمنية عقدت العزم على 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 تحرير الساحل الغربي. وأيضا ستتلقى الدعم من التحالف، لأن عملية الرمح الذهبي نجحت بقيادة اللواء هيثم في تحقيق الأهداف المرسومة لها بتحرير المخا، قطعت واحد من أهم الشرايين الذي مد الانقلابيون. ولا يعقل أن نبقى الشريان الآخر والأهم هو ميناء الحديدة الذي مدهم بالسلاح وأدوات القتل والدمار وصولا إلى المخدرات. أنا أرى أن هذه العملية لن تتوقف، ستستمر، والحديدة منطقة عسكرية معلنة وستحرر قريبا، ويحرر ميناءها الرئيسي والأخير، إلا إن وجدنا أن الحكومة أو الرئيس أو رئيس الحكومة أعلن أن هناك ميناء بديل للحديدة وتتوجه له السفن والتجارية والإغاثية وغيرها لمساعدة الشعب اليمني ومحاولة خروجه من المأزق الذي هو فيه، خاصة محافظة تعز والحديدة. لكن إن لم نرى ذلك، أنا أرى من خلال قراءة استراتيجية أن عملية الرمح الذهبي ستستمر شمالا، والحديدة هدف استراتيجي يجب أن تحرر. لماذا؟ تطهير الساحل الغربي لليمن في إقليم تهامة والجند سيترك أعداء اليمن وعملاء المجوس محاصرين، بالإضافة إلى الهزائم المتتالية والانكسارات والانقسامات، سيصبح خلال وقت قريب عبارة عن هياكل عظمية غير قابلة للحركة. وأيضا ستتخلى عنهم طهران، وطهران تدرك أن معركتها خاسرة وستنسحب بهدوء. كل العمليات العسكرية من أجل الشعب اليمني ليعيش آمن ومطمئن حر غير مستعبد من هذه العصابات. أنا مع الأسف كنت أتمنى من الأخ علي والأخ عبد الناصر بالذات أن يتفاءلوا قليلا ويبعدوا عن التشاؤم. العمل العسكري هو أداة للسياسة، والهدف النهائي هو من أجل مصلحة الشعب اليمني الشقيق. لكن هناك كان طرح من الأستاذ عبد الناصر وكذلك ربما وافقه نوعا ما الأستاذ علي الذهب في أن هناك نوع من يعني الأحداث التي مرت أعطت نوع من الانعكاس بأن هناك بعض المشاكل بداخل بيت الشرعية اليمنية مع الحلفاء في التحالف العربي التي قد تؤثر على جدوى سير العملية في الساحل الغربي. سيادة العميد، يجب على الإعلام اليمني بالذات الموجه للداخل اليمني أن يبتعد قليلا عن جلد الذات، هذه نصيحة. هناك حاجة من المصارحة أيضا سيادة العميد، أليس كذلك؟ لم أسمع. هناك حاجة للمصارحة أيضا، أليس كذلك؟ ليس الوقت الآن مناسب للمصارحة، فلنصل إلى أهدافنا الرئيسية، فإذا تحققت الأهداف فلنتصارح ولنأخذ الحقوق من بعض بمحبة وبكرامة، ولكن الوقت غير مناسب حاليا لجلد الذات. أنا لأؤكد على أن الحجة لا تقوم بشيء معدوم، يجب أن تكون حجة الإعلام اليمني قوية وموجهة ضد من اغتصب الشرعية في اليمن وضد من يقتل ويدمر ومن باع دين وعرض وشرف وأرض اليمن. يجب أن يكون هذا توجهنا بالكامل في طيب. المملكة في الخليج بكل قناة يمنية في الداخل وفي الخارج. طيب قبل أن أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع، يعني أتساءل هل يعني التكلفة الإنسانية البشرية التي قد تكون ويتحدث عليها ضيوفي هنا يعني ضيوفي في البرنامج أنها ستكون في حال كانت المعارك في منطقة ليست
يعني مركزا ينطلق منه الحوثيون لعملياتهم، ألن تكون المعركة أو التكلفة الإنسانية كبيرة في هذا الصدد؟ يدرك الأخ عبد الناصر والأخ علي أن الحديدة، محافظة الحديدة بالكامل ليست محافظة حاضنة للإنقلابيين، وبالتالي لن يكون هناك مثل هذه الأمور التي سيتخوف منها بعض المحللين العسكريين. الشعب سينتفض هناك، سيكون هناك انتفاضة في حال اضطراب القوات اليمنية، والجيش اليمني هو من سيقوم بهذه العمليات، سيتلقى الدعم البحري والجوي واللوجستي من التحالف. أما من يعمل على الأرض هو الجيش اليمني، وأصبح قادر الآن، هو من يعرف مسرح العمليات وقرأ ذلك، ويقود رجل محترف كان وزير الدفاع في يوم من الأيام، لا يحب الظهور في الإعلام، هو يعمل بصمت ونحن نتحدث عن أعماله. هناك رجال أبطال في المخا باتجاه الحديدة، يجب أن ندعمهم معنويا حتى يصلوا إلى أهدافهم النهائية. لا أعتقد أن مثل ما يروجوا أن هناك خسائر بشرية أو في الممتلكات في مدينة الحديدة، مدينة الحديدة ليست مدينة حاضنة للإنقلابيين، ستنتفض وتزدلف ترحيبا بقوات الشرعية والقوات طيب. المسلحة اليمنية. دعني في هذه النقطة أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يتحدث المحلل السياسي المحلل العسكري السيادة العميد حسن الشهري عن أن هناك حاجة لعدم جلد الذات في هذه الفترة، وأن هذه المعركة هي معركة هامة، خاصة في النقطة التي ذكرت أنها ليست حاضنة للحوثيين، يقصد الحديدة. هل هناك يعني نقطة مشتركة يمكن الوصول لها في هذه في هذا يعني حول الحديدة تحديدا؟ أولا تحية للعميد حسن، ولكن دعني فقط أذكره أنه منطقة تهامة التي ربما تتأثر من العمليات العسكرية بشكل مباشر وغير مباشر يسكنها بحدود 2-3 مليون. علينا ألا نستخف بحياة هؤلاء الذين هم تحت خط الفقر، هي أكثر مناطق اليمن فقرا، ونعرضهم لكارثة إنسانية كبيرة دون أن تكون هناك حاجة. لما عندما أقول أنا الحاجة هنا، الحاجة عندما ننظر لها من ناحية استراتيجية، الحوثيون وإيران في النهاية يريد أن يبقى الحوثيون في المنطقة الحصينة، المنطقة الحصينة وهي المنطقة الجبلية. هذه المنطقة الجبلية حتى لو أخذت عليهم الساحل بكلفة بشرية باهظة، باحتياجك ما لا يقل عن 100,000 جندي، الحديث عن القوات التي أتت وهي جنوبية، هذه مشكلة أيضا أن تأتي قوات جميعها من الجنوب ويدخلوا في هذه المناطق، جزء منهم لا يؤمن بأن هذه مناطقه ويسمي نفسه بالمقاومة الجنوبية ولديه مشروع الانفصال. هؤلاء لن يجدوا الأرض التي ترحب بهم، ولن يكونوا مستعدين للقتال في هذه الأرض التي يشعرون بأنها أرض غريبة عليهم. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو أخذ الساحل وهي والمنطقة السهلة، ماذا عن شرق هذه المناطق؟ شرق هذه المناطق هي مناطق جبلية حصينة يصعب الوصول لها، ستصبح هذه القوات كلها مكشوفة. كلما توغلت أكثر في هذه المنطقة، كلما عرضت نفسك وكشفت نفسك، لأنك تحتاج إلى قوات كبيرة لحماية المناطق التي سيطرت عليها من الهجمات ومن الكمائن التي ستأتي إليك من الجبال. ولا أعتقد أن هناك قوة كافية وقادرة ولديها أولا الانسجام السياسي. نعرف أن القوات التي هي في ميدي هي محسوبة على الإصلاح وعلى علي محسن، القوات القادمة من الجنوب محسوبة على قوى انفصالية ويقودها وزير الدفاع الذي كان في 94 يقود الانفصال. هذه الحساسيات كلها ستكون مشكلة وليست حل. لا نسبسط الأمور هكذا بهذه السهولة ونقول بأن العملية ستتم بهذه البساطة. المسافة من المندب إلى ميدي بحدود 500 كيلومتر، يحتاج لك بحدود 100,000، والعميد حسن يعرف أكثر مني في الأمور العسكرية، تحتاج على الأقل إلى 100 إلى 150,000. أين هذه القوات؟ ليس هناك من قوات حقيقية قادرة أن تسيطر على هذه المنطقة كلها. بالإضافة أن هذه المنطقة كلها تحتاج إلى أن تحميها من جهة الشرق، من جهة المناطق الجبلية. كل هذه التعقيدات تجعلنا نقول بأن معركة الساحل قد تكون مغامرة غير محسوبة
تكاليفها البشرية باهظة، بالإضافة إلى أن العالم الخارجي لن يسمح بكارثة إنسانية كبيرة في هذه المنطقة، خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه اليمن. طيب، إذا أشكرك سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أعود إلى سيادة العميد حسن أشيري، ربما استمعت لما طرحه الأستاذ عبد الناصر المودع، ما هي النقاط التي يمكن الحديث عنها في سياق هذه المعركة التي يبدو أنها في كثير من يعني الأحيان يقولون أنها تأخرت في نهاية المطاف، خاصة أن الرئيس هادي تحدث في يوم من الأيام وقال أن هناك نوع من التنافسية، ربما يفهم الأمر كذلك، ما بين القوات القادمة من ميدي وما بين القوات القادمة من المخا حول من سيحسم المعركة في الساحل الغربي بشكل أسرع. أخي الكريم، مع الأسف كلام الأخ عبد الناصر وأخ عزيز وأحترمه، ولكنه أيضا يصب في جلد الذات وفي التقسيم الجنوبي والشمالي. لو لم يكن لدى الإخوان الرجال الأقوياء من المناطق الجنوبية وطنية لم تجاوزوا حدود لحج إلى الشمال. العمل الوطني بحث، يجب أن أتكلم باسم اليمن فقط، لا وربما يتحدث عن مخاوف ليس عن تقسيم. علي عبد الله صالح، اسمح لي بالله يعني لحظة، تفضل. علي عبد الله صالح أسس في اليمن لدولة رئيس فقط، ليس هناك سياسة وطنية تساوي بين المواطنين اليمنيين. اليمن هو دولة واحدة من 6 أقاليم، وهذا ما اتفق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني، وما يدعم ذلك الأمم المتحدة، المبادرة الخليجية أيضا. ما يحصل بعد أن تعود هيبة الدولة وتستعيد الحكومة اليمن ويخرج عملاء الصفويين في اليمن ويصبحوا أما حزب سياسي أو إلى مذهب للتاريخ، فأي شان لليمن داخلي هو شان يمني، لا علاقة لا الحسن الظاهر ولا لأي إنسان خارج اليمن أن يتكلم بذلك. ولكن نحن نؤسس لمرحلة حالية الآن، مثل هذه الأعذار يجب أن تذوب أمام القدرة والإرادة والوطنية لدى الجيش الوطني، القوات المسلحة والمقاومة الآن في المخا، في ميدي، في الضالع، في ذي ناعم، في أجزاء البيضاء كاملة، في صعدة، في الجوب، في إذا كان يتعذر أيضا الأستاذ عبد الناصر مناطق الجبلية، القوات اليمنية الآن على مشارف صنعاء وهي مناطق جبلية كبيرة جدا، ولولا ضغوط البيئة الدولية سابقا لكانت دخلت صنعاء. الآن استطاعت المملكة العربية السعودية بفضل الله أن تتحرر من قيود البيئة الدولية. الآن البيئة اليمنية هي الضاغطة، لا نود أن نسمع هذا التناغم والتجاذب بين أطراف يمنيين وإيجاد أعذار لا ترتقي إلى مستوى. لكن في نقطة أخيرة أستاذ حسن، سيادة العميد، هناك من يرى أن لا يمكن التقدم في الجغرافيا اليمنية سواء يعني في الساحل الغربي أو مناطق أخرى في صعدة وصنعاء، محافظة صنعاء، إلا بعد التأمين الكامل للوضع في الأماكن المحررة، وهناك نوع من الخوف في هذه المناطق وهناك إشكالات. هذه الأمور تخيف المواطنين اليمنيين حتى في المناطق المحررة، أليست هذه المخاوف حقيقية؟ بنقطة أخيرة وبعجالة سمحت. لا أجد ذلك مبرر كافي. أنا أعتقد أن الحكومة عقدت العزم على استكمال تحرير اليمن ورفع العلم الجمهورية على كل مكان في اليمن، ويجب أن نتخلص من العبء اليمني الداخلي، التناقضات والتجاذبات. هناك مع الأسف يعني في نقطة بسيطة، هناك من يضع عراقيل سواء في الإعلام أو داخل الحكومة أو خارجها أو في الأحزاب، يجب أن نتخلى جميعا. اليمن أكبر من الجميع، والجميع يجب أن يعمل من أجل اليمن. إذا المحلل العسكري سيادة العميد حسن أشيري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لاستماعكم وإنصاتكم، وشكر لكل الضيوف الذين كانوا معنا. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء ماهر أبو المجد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.